إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين ونجاةً لمن آمن به من الموحدين وإمامًا للمتقين وشفيعًا في المحشر، فهداه لأقوم الطرق وأوضح السبل وأوجب على عباده توقيره وطاعته والصلاة والسلام عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال القرطبي رحمه الله: أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بالصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء تشريفاً له عليه الصلاة والسلام. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي العالية رحمه الله أنه قال: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وروى كذلك البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس معلقاً أنه قال: يصلون يبركون. قال ابن كثير رحمه الله: والمراد من الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي أن الله جل وعلا أخبر عباده المؤمنين بمنزلة عبده ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه يثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة يصلون عليه. فأراد الله جل وعلا من عباده في العالم السفلي أن يصلوا ويسلموا عليه ليحصل له الثناء في الملأ الأعلى وفي العالم السفلي. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة الأفاضل، وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الإمام أحمد مسند من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات. وروى كذلك أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وروى كذلك النسائي في سننه من حديث أوس بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثر علي من الصلاة. قالوا: يا نبي الله، وكيف نصلي عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وروى أبو داود في سنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. أما فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، فمن ذلك أولاً أن فيها امتثال أمر الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بالصلاة عليه. ثانياً، موافقته سبحانه في الصلاة عليه، وإن اختلفت الصلاتان، صلاتنا نحن دعاء وسؤال، وصلاة الله على نبيه ثناء وتشريف. ثالثاً، أن فيها تكفيراً للسيئات ورفعةً للدرجات، كما ثبت ذلك في الأحاديث السابقة. رابعاً، أنه يرجى إجابة دعوة الداعي إذا بدأ دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديث اختلف في تحسينه وتضعيفه، رواه الديلمي في مسند الفردوس
من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. خامساً من الفضائل كفاية الهم والغم، وقد ورد في ذلك حديث أبي بن كعب المشهور وضعفه بعض أهل العلم، وجاء فيه إذا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ويذكرون أن أحد الإخوة كان يعاني من مشكلات في عمله وفي بيته، فدل على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر منها فزالت همومه وغمومه ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصيغ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، أكتفي بصيغتين. الأولى ما رواه الإمامان البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ألا أهدي لك هدية أهداها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قلنا: يا نبي الله، قد عرفنا السلام عليكم يا أهل البيت، فكيف نصلي عليكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما الصيغة الثانية فرواها الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، اللهم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما المواضع التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، أذكر من ذلك: أولاً عند التشهد في جميع الصلوات، وبعض أهل العلم يرى أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. ثانياً بعد التشهد الأول وبعد الفراغ من دعاء أو من قنوت الوتر. ثالثاً عند التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة. رابعاً عند الدخول إلى المسجد وعند الخروج منه. خامساً عند اجتماع القوم وتفرقهم، لما جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة أي حسرة، فإن شاء عذبهم سبحانه وإن شاء غفر لهم. سادساً عند اشتداد الهموم والغموم وطلب المغفرة في الدعاء. سابعاً يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح الدروس والخطب والمحاضرات مع الثناء على الله عز وجل في أولها وكذلك عند ختمها. ثامناً يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار وفي آخر النهار مع أذكار الصباح والمساء. تاسعاً يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وهذه وسيلة من وسائل الشفاعة. عاشراً يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، كما جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.